الهجرة الأولى للحبشة. استمرت قريش في إيذائها لمن آمن، واشتدت الفتنة على الصحابة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. خرجت مجموعة مباركة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أحد عشر رجلاً وأربع نسوة، متوجهين إلى الحبشة في أول هجرة في الإسلام. كان من بين من خرج في هذه الهجره الاولى الى الحبشه عثمان بن عفان وزوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وكان اميرهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه حديث انهما اي عثمان ورقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من هاجر بعد لوط وابراهيم رواه الحاكم وهو ضعيف نزلت سوره النجم وقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت عال عند الكعبه ولما وصل صلى الله عليه وسلم الى السجده سجد وسجد معه المشركون من عظمه الايات وصل خبر سجود كفار قريش لمهاجر الحبشه مشوها وهو ان اهل مكه اسلموا فرجع عدد منهم الى مكه